معنى كسر. فأبدي همزتها من واو وياء أخيرا إثراء ألف زيدا. واو ألفها ليس زائدة. كذلك ظبي ودلو وقعت آخرا لكن ليست بعد ألف لم تبدل. وفي فاعل ما أعل عينا نقص فيه. بس الفعل المعتل عينا إذا جئت باسم الفاعل منه تقلب عينه همزة. لذلك قال تقول فيها قائل أصل قاول قاول. وكذلك باع تقول فيها بائع بخلاف عين عين تقول عين. صحت العين في الفعل صحت في فاعل. وكذلك عاور إذا قلت فيها عاور كذلك. وبخلاف عاين تقول معاين. قاول مقاول صحت العين في الفعل صحت في اسم الفاعل. أنا أقول وفي فاعله ما أعل عين النقط في تهنا. ثم قال والمد زيد ثالثا في الواحد همزين وراء في مثل كالقلائد. إذا جمع مفرد ثالثه حرف مد زائد على مفاعل فإن حرف المد هذا الزائد يقلب همزة. صحيفة صحيفة المد ثالث وزائد تقول فيها صحائف. عجوز عجوز مد ثالث وزائد تقول فيها عجائز. قلادة المد ثالث وزائد تقول قلائد. بخلاف معيشة معيشة المد ثالث ولكنه ليس زائد صحت كما هي تقول معايش. قرأ الإمام نافع وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له معايشة ومن لستم له برازق. وروي عنه معايشة بالهمزة. علق عليه بعضهم لا أدري هو الأصمعي أو غيره من كبار العربية قال نافع لا يعرف اسم العربية وهذا لا يضره. إمامنا نافع إمام المدينة 70 سنة لا يضره أن يقال لا يعرف العربية اسم العربية. مذوبة 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 كذلك تقول فيها مذاوب. مفاز تقول مفاوز صحت قصدي ثالثة لكن ليست زائدة. وبخلاف سور هذا لا يجمع على فاعل. قناطي قنطار تجمع على قناطي على مفاعل اسمها. نقول والمد زيد ثالثا في الواحد همزين ولا في مثلك القلائد. شذ مصيبة ومصائب مصيبة الياء ثالثة لكن ليست زائدة. القياس تصحيحها في الجمع وعلة همزة. كذلك شذ شذ منارة منارة قالوا فيها منائر والمد ثالثة لكنها أصل. أنا قلت والمد زيد ثالثا في الواحد همزين ولا في مثلك القلائد. كذا كذا المد الرابع كذا كذان لينين اكتنفا مد مفاعلك جمعنية. كذلك تبدل الواو والياء همزة إذا وقعت ثاني لينين اكتنفا أحاطا ببد مفاعل. قد يكون لينان ياءين أو واوين أو مختلفين. ياءان نيف وما ياءان تقول فيها نيائف ويصل نيائف. كرهوا توالية حرفي علة وبينهما حرف علة ألف أبدل الثاني منهما همزة. كذلك صايد صيد سادة صيد فهو صايد 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 صيد فهو صايد صايد تقول فيها صوايد. الألف في صايد قلبت واوا وجاءت ألف مفاعل وجاءت بعدها الياء فمد مفاعل هنا اكتنفه ليناني الواو المنقلبة عن الألف والياء. هذا صح لأنها صحت في صايد تقول فيها صوايد. لا لا تقول فيها صوايد تقول فيها صوايد. قصدي هنا أن اللينين ألف وياء صايد ألف وياء. أول اللينان واوان أول واوان أصل قال وأصل أول أوأل والدليل أنه جمع على أوائل لكن كانوا يقولوا أول استثقلوا الواوين
فالسابق ولن يقولوا أول، والمهم أنه أول وخير وشر صفات لا فعل لها. أول قال وصها أول، وصها أول، فقالوا أوائل. إذن قد يكون اللينان يا عيني مثل نيف ونيائف ياء، وقد يكونان ياء وواوا كسيد سسيود ساد سسيود تقول فيها سيائد، وقد يكونان ألفا وياء كصائد قلنا فيها صوائد، وقد يكونان واوين كأول ووائد. كذاك ثاني لينين اكتنفا أحاطا مد مفاعل كجمع النيفة. الله 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 شكرا. كجمع النيفة يشترط أن تكون أن يكون اللين الثاني بجانب مفاعل، فإن فصل عنه بمدة شائعة منطوقة أو مقدرة تخلف الحكم، فتقول فيه طاووس طواويس، لا تقول طوائس، اشترط أن تكون بجانب مفاعل. طواويس طواويس الثانية بعيدة عن المفاعل طويل. وكذلك ناووس ونواويس مقبرة النصارى أعوذ بالله منها، وداود ودواويد وصلت من الطرف اللي الثاني فصل. وقد تكون مقدرة، قال وكحل العينين بالعواوير، وكحل العينين أصلا عواوير لكن قصره ضرورة. وعكسه أحمقنة صلبة ما تنكسر، صماء تمت فينية في مشمخر، حفت بأطواد عظام وسمر، في أشيب الغيطان ملتف الحضر، فيها عيائل أسود ونمر، فيها عيائل مدها ضرورة، هي صار عيائل جمع عيل هذه لا يعد فاصلا لأنه ضرورة. أنا قريب كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعلك جمع النيفا. وعكسه الباب الذي يليه، وافتح ورد الهمز يا فيما أعل، لا من وفي مذله را وثن جعل، وون وهمز نول الواوين يرد في بدء. هذا يطول علينا